السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. خلال صباحة الغد إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بضباب مع نسبة رطوبة عالية على الواجهة الشرقية، لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب تقريبا على كافة المناطق الشمالية على السواحل وكذلك المرتفعات والهضاب، وتبقى دائما حبيبات الرمال عالقة في السماء على الواجهة الوسطى وكذلك الغربية. في الطقس سيكون ثقيل خلال يوم الغد مع ارتفاع لدرجات الحرارة، كذلك دائما ضمن تيارات غربية جنوبية غربية رطبة على الجنوب الغربي وكذلك على شمال الصحراء حتى على منطقة الثورة. ننتظر سحب ركامية رعدية خلال الأمسية، احتمال لبعض الأمطار المتفرقة. ننتظر زوبعة رملية كذلك نشيطة على مناطق الجنوب الغربي وبالتحديد على ولاية جانت. درجات الحرارة خلال ليلة اليوم إن شاء الله ننتظر مقاييس ما بين 12 لغاية 18 درجة على طول الشريط الساحلي، 9 درجات على كل من سطيف كذلك بتنا والجلفة، 16 درجة على بشار، 17 درجة على الصحراء الوسطى، 18 درجة على تندوف، 19 درجة كهذا مقياس على أقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى تبقى دائما تفوق المعدل الشهري على كافة المناطق الشمالية خاصة الواجهة الساحلية، مقاييس ما بين 26 درجة إلى 28 درجة، ترتفع إلى غاية 31 درجة على غليزان معسكر وشلف، 17 درجة على البيض ونعامة، 26 درجة على ولاية غرداية كذلك تم رسد حتى على جانت، تقارب 28 درجة على تندوف بينما تصل غاية 33 درجة على أقصى الجنوب. أما للملاحة والصيد البحري خلال يوم الغد إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بحر قليل الاضطراب على كافة السواحل ليتحول إلى مضطرب خلال الأمسية، حتى الرياح ستشتد ضمن تيارات غربية شمالية غربية تقارب 50 كيلومتر في الساعة. وقت غروب الشمس ليوم الغد بداية الأسبوع على مستوى العاصمة إن شاء الله سيكون بحول الله في تمام 5:37. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.